مساء الخير. هل ليلة واحدة قادرة على التغيير؟ يعني النهاردة يحصل موقف وبكرة الصبح تبقى إنسان مختلف تماما عن اللي كنت عايشه طول عمرك. للأسف. ليه للأسف؟ عشان فكرة مرعبة شوية، إن أنت دايما هتحس بقلق وبتعب إن ممكن يحصل موقف يغيرني، وطبعا هيبقى موقف مش حلو. يعني ما ممكن يكون موقف حلو، يعني مش شرط يكون موقف شرير، ممكن يكون موقف فيه خير، يعني مش لازم شر يعني، ولكن احنا دايما بنتوقع الأسوأ. بس التغيير مش من موقف واحد بس، لا، ده التغيير وتطور الكون كله مبني على النظرية دي. كل شيء بيتطور، الكون بيتطور والإنسان بيتطور. تطور يعني النهاردة أحسن من امبارح، يعني النهاردة أصبحت أو بقيت أحسن وأكتر وعي من امبارح. امبارح لما غلطت ما كنتش ذكي بما فيه الكفاية، امبارح لما اتعرضت للخيانة واتعرضت للكذب من الآخر عشان كانت نيتي صافية، ما كنتش متوقع إن الآخر ممكن يعمل معايا كده، لكن النهاردة أنا أكثر وأكتر وعي. في رد مهم خالص على النقطة دي، وهو احنا بنصبر نفسنا بالكلام ده، اللي هو امبارح ما كنتش فاهم والنهارده فهمت، فيلا انا مبسوط عشان كده، عشان انا فهمت. يعني يا عم اي كلام تنميه بشريه وبس، يعني الكلام ده صح، بس الجرح بتاع امبارح بيلتئم من شخص بسرعته بتختلف من شخص لشخص. في شخصين ممكن يتعرضوا لنفس الموقف، ولكن في شخص ممكن يلتئم عنده الجرح اسهل من التاني. في واحد بتفكيره وبعقلانته والمنهج اللي ماشي عليه وبحياته وبخبرته عنده القدرة ان الجرح ممكن يلتئم عنده بسرعة اسرع من التاني. ده مش كلام تنمية بشرية، ده كلام صح وكلام حقيقي وكلام احنا كلنا شايفينه وعشناه وشايفينه مع ناس. التطور وان احنا النهارده احسن من امبارح بيبقى في وشنا جروح وروحنا بتبقى مشروخه وبيبقى في مشاكل و و و و ولكن الشر مش هنعرف نمنعه، الالم مش هنعرف نمنعه. الكلام ده انا يعتبر بقوله لنفسي يوميا، كلام عايز ابعته للاوعي عندي بحيث ان يكون عندي كمفهوم ثابت. يعني كل يوم عشان انا في اوقات بحس بندم، بحس ليه ومش عارف ايه، كلنا كده، فلازم الكلام ده يكون في اللاوعي بتاعنا، لازم يكون منهج لينا، لان الان مش هنعرف نعمل خالص خالص. بس شكرا للمتابعه.